وك عند ظل للحادي في العميم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وليضيك رسول الله جاء إذا الكريم تجلى باسم المنتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا بلغتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رغمة ربه يقسمها تأتي على حساب العصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بأبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإذا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مار النحات عذبت الباني ريح صبا وأطرب العيسى حاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كله ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سهر ربيع الأول كمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به سيدنا آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الرضا وكان في صلب سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار نتبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى سيدنا آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته وهبتني الله في صلب آدم إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب سيدنا نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام حين كذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتغي والحبيب العربي أنت تتلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حسر وعدت لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. إننا نرجو وإبراز الجوهر المكرون من عبد الله إلى بطن آمنة أطهر فطات في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام. ففتح أبواب الجنان وتزينت البشائر الأفراح وزهرت كواكب الصبا ونادى مناد في السماء والأرض إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولمن تقر نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة يحتزل رسو طرب مستبصارا وزاد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تحليلا واستغفارا فأصبحت به آمنة تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهتها المعتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما همت به صلى الله عليه وسلم في رجب الحنا بشرت في شعبان بن المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت
بالمتحر من الدنس والخنا وسميت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورعت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بصري بصاحب الأنوار والوقار والصنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وجائه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قربا ودنا فلما هل ربيع الأول وأضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منصور السعادة وجد بآمنا أمر الولادة وهان بروز الشمس السعادة طلع الحق نور الله ونشرت له بالكون على أمر الله فإذا بطائر أبيض قد سقط من الهواء فمر بجنائه على بطن آمنا مسريا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي ثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الحبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين الله يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين الله حوضك صافي المبرد بردنا الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم
عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد يا رسول الله بردنا يوم النشور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله ما رأينا العيسى هنت في السرى إلا إليك والأمام قد أضلت يا رسول الله والملا صلوا عليك يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارك يا حبيبي يا رسول الله عندك النبي النفور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله حينما شد المحامل وتنادوا لي رهيني جئتهم وادم وسائل يا رسول الله قلت كف لي يا دليل يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله وتهمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نهو هاتيك المنازل يا رسول الله في العشايا والبكور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله كل من في الكون هاموا فيك يا باهي الجبين وله فيك غرام واشتياك وحنين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم في معانيك الأنام قد تبادتها إرينا أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب
وسلام عليكم صلوات الله عليكم. عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير، فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. فأعني وأجرني يا مجير من السعير، يا غياثي يا ملاذي في ملمة الأمور. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. فاز عبدك التمام وانجلى عنه الهموم، فيك يا بدر الحسين. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله. مرحبا مرحبا يا خير دائي يا حبيب الله. مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله. مرحبا مرحبا يا خير دائي يا حبيب الله. مرحبا 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 حسناتي يا رفيع الدرجاتي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كفيرا عني ذنوبي واغفرا لسيئاتي، صلى الله على صلى الله عليه وسلم. أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت ستار المصابي ومقيل العثرات، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ارحمنا
بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ആരംഭ പൂവായ മുത്തേനബിയോട് ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ ആരംഭ പൂവായ മുത്തേനബിയോട് ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് വാഹലിൽ കുബ്ബത്തിൽ ഹദറായി കുബ്ബത്തി സയ്യിദിൽ കൗനൈനി അഫ്ളല ഖുർറത്തുൽ ഐനൈനി ആരംഭ പൂവായ മുത്തനബിയോടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നേതാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ മൽജാവ മൻജാവ മുർതാഹൽ മുസ്താഖി ഹിബ്ബത്ത ഖലൈനി അജ്മല ഖൈറൽ ഫരീഖൈനി ആരംഭ പൂവായ മുത്തനബിയോടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ ത്വാഹ വ യാസീൻ വ ഹമീം നബിയോന ഉൻസുൽ ഗരീബീന അബയദ മൗല സ്വാലിഹീന ആരംഭ പൂവായ മുത്തനബിയോടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ നർജു സആദാതി മഹ്വ ശഖാവാതി يا خير رسول الله عليك دائما صلى الله ആരംഭ പൂവായ മുത്തനബിയോടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله اشرف الخلق رسول الله ആരംഭ പൂവായ മുത്തനബിയോടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا أعطينا آرمب قوى يا متنبيون حضرت الجنة ينقلك توفيق إلى الله ولد الحبيب سيد المتأبد والنور من وجناته يتبكد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي
جبريل نادى في منصة حسنه هذا ماله الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كاهل الطرف هذا المصطفى هذا جديد المسبي هذا السيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل النرتي هذا المرتضى هذا ماله الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنذيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه وانهراته نبضاته صلى الله عليه وسلم نورا فلما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم مقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طست من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتما يحير أعين الناظرين من شدة نوره حمل بني وناوله لصاحب الطست وانا انظر اليه فغسله من ذلك الماء الذي في الابريق سبع مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوه فهو خاتم النبيين وسيد اهل السماوات والارض اجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليله نار فارس بعد الظلام ولم تكن خمدت قبل ذلك بألفي عام فارتج إيفان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة السابة وأصبحت أصنام الدنيا كلها منقوسة ورميت الشياطين من السماء بالسهب الثواقب رد لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ونار جميع الفرس قد حمدت له ودبات شاه الفرس في عظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ويا قصي ارجئوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه قال ابن سعد لما كان اللوم
السابع وذبا عنه جده عبد المطلب على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج صل رب العالمين بسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والوجج صل رب العالمين على سيد الكونين بسرج ذنبنا ما قيل يمنعنا من ظروف سيد الكونين بسرجي ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين بسرجي صل يهزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تهزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقلت فقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وأدي فصهب المدام قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق الذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة أليم الهيبة أزج الهاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار هل بالمنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير فإذا مشى يفوه منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وأنقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائلا يقول إن كنت أنت غنيت يوما باللقاء زال الجفاء أنا وقد زال الشقاء قلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رعي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد
الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد يا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي الله ولي الله ولي الولي صلوا على هذا النبي محمد آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها وكل الحسد البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد والوحش والأشجار كسجدت له عليه كسلم بعد تشهدي ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا وكما هو المحمود يوم الموئد الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يكسر عن بلوغ المقصد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو غماك فلا تخيب مقصدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والظوف شديد فأسعدي ما لي سواه بي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي ثم تسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ولا صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم عليه الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات، وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتغفر لنا بها جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع، وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء، وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر، وتؤمننا من الفزع الأكبر، وتنجينا عن دار البوار، وتسكننا الفردوس من دار القرار، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.